استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المقاومة الوطنية وسعيا لخدمة المدنيين وحمايتهم من جائحة كورونا، وزعت الخدمات الطبية للمقاومة الوطنية كمامات وملابس وقائية من فيروس كورونا على مراكز صحية بمديرية ذوباب بمحافظة تعز، مركز واحجة والجديد الصحيين في مديرية ذوباب من ضمن المراكز التي شملها التوزيع والتي تأتي ضمن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المقاومة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا. نشكر المقاومة الوطنية التي قامت بأتعابها وجهودها الجبارة لحسن التوفيق الكمامات، وهي الآن حالة طارئة بعد وجود الكمامات الصيدليات والمستشفيات معدومة الآن حاليا بشكل عام. الفرق الطبية أوضحت أن هذه هي المرحلة الأولى لتوزيع الكمامات للمراكز الطبية والمستشفيات الميدانية على طول الساحل الغربي، وأنه سيتبعها مراحل أخرى، علما أن الكمامات تم تصنيعها في مشغل الإنتاج الداخلي التابع للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي. أطباء وحدة واحجة الصحية عبروا عن تقديرهم للمقاومة الوطنية على توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية من الفيروس، خصوصا في هذه المرحلة الطارئة التي تعاني فيها الحديدة من انعدام تام للكمامات في الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المديريات المحررة على امتداد الساحل. من ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تقوم المقاومة الوطنية مع التنسيق مع مكتب الصحة بالمديرية بنقطة احترازية في مديرية ذوباب لفحص الوافدين من محافظة عدن ومحافظة الجنوبية ومتابعة الحالات، إذا في أي حالة اشتباه لديهم يقوموا بتبليغنا ونحن بدورنا نبلغ العمليات المختصة في كورونا. في المدخل الجنوبي لمديرية ذوباب تم توزيع الكمامات والملابس الوقائية على الأمن والفرق الطبية التي تقوم بفحص القادمين إلى الساحل من مختلف المحافظات. إحنا نقوم بفحص الأشخاص المسافرين من تعز من جميع المناطق الداخلين إلى المخاء، وطبيعة العمل هنا الحمد لله ماشي العمل بخير، حوالي 24 ساعة. في حالة تم اكتشاف حالات والحمد لله إلى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة، وفي حال إذا تم اكتشاف حالات على تبليغ الجهات الخاصة مثل مستشفى المخا مثل المقاومة الوطنية وبالتنسيق مع مكتب الصحة بالمديرية دائما ما تقوم بفحص القادمين من المحافظات كإجراء احترازي، وفي حال وجود اشتباه يتم مخاطبة مكتب الصحة الذي يقوم بدوره بإبلاغ عمليات الجهات المختصة في اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا.